وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أين الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام ومعه حواء؟ قالت المعتزلة هي جنة كانت على الأرض. فقيل لهم: ما تقولون في قول الله تعالى قل نهبط منها جميعا؟ قالوا: مثل قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هبوط من مكان لمكان وكلاهما على الأرض. ولو كانت هي جنة الخلد فإن جنة الخلد لم يكن فيها اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء. نقول لهم: هذا تحكم بالعقل. جنة الخلد باعتبار ما سيكون بعد يوم القيامة، ليس باعتبار ما كان قبل ذلك. والجواب عليهم من نصوص الشرع قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه الآية تدل على أن الجنة ليست على الأرض، لأنه قال لهم: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقوله تعالى: اسكنوا الجنة، الجنة المعرفة بالألف واللام تنصرف إلى جنة الخلد، لأن اللام هنا للعهد الذهني. في حديث رواه البخاري ومسلم، حديث الشفاعة، يقولون: اذهبوا لآدم عليه السلام فيأتونه ويقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فالجنة المعرفة بالألف واللام هي جنة الخلد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام كما في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هي جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وذلك عند سلف الأمة من أهل السنة والجماعة. ومن قال أنها في الأرض هم المتفلسفة والمتكلمون. وجاء في وصف هذه الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام
في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذه صفات جنة ليست على الأرض. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن حذيفة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول آدم عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ نصوص صريحة وصحيحة في أنها كانت الجنة التي هي فوق وليست هي التي تحت. أين توجد جنة الآخرة؟ أين توجد جنة الخلد؟ قالت المعتزلة: هي جنة ستكون على الأرض، لأنها لو كانت موجودة الآن لكانت معطلة، وقالوا هي لم تخلق بعد. يعني أنت بتحط عقيدة في الجنة والنار على حسب تصور العقول القاصرة. كيف يقول عاقل هذا الكلام والله سبحانه وتعالى يقول: جنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف تكون على الأرض والجنة عرضها السماوات والأرض؟ يعني لا عقل ولا نقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الحديث رواه البخاري، وأصح الحديث ما رواه البخاري. فالجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش. كيف تكون معطلة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة تبيت في قناديل تحت سقف عرش الرحمن وتسرح في الجنة حيث شاءت؟ كيف تكون معطلة وأرواح الشهداء تسرح فيها ليل نهار؟ شهداء كل أمة، الشهداء الذين آمنوا بالله ورسله. قالوا: الدليل من القرآن على أنها ستكون على الأرض قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شو بقول إيه؟ أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، يبقى الجنة على الأرض. إذا رجعت إلى أقوال أهل التفسير لقالوا هذه الأرض أرض الجنة، أرض الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان أمسكها الذي أمسك السماء بلا عمد. وأيضا قالوا النار ليست موجودة الآن، والله سبحانه وتعالى يقول عن الجنة: أعدت للمتقين، يعني تم إعدادها بالفعل. قالوا أعدت بمعنى أنها ستعد، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى بمعنى سيأتي، نقول الآية فيها قرينة على أن أتى بمعنى سيأتي. ما هذه القرينة؟ فلا تستعجلوه. أما النار فهي موجودة أيضا الآن، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية أيضا نص صريح في عذاب القبر. من الأخبار الصحيحة أن النار موجودة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار
أول من سيب السائبة وبحر البحيرة، يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من ابتدع تحريم السائبة والوصيلة والبحيرة والحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: ما يكفرن يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وقد ورد أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم عاد يقول: يا ربي لا يسمع بها أحد إلا ودخلها. فحفت الجنة بالمكاره. ولما خلق الله سبحانه وتعالى النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم عاد يقول: يا ربي لا يسمع بها أحد ويدخلها. ثم حفت بالشهوات. الحديث صحيح، لكن أين النار؟ من العلماء من قال النار في الأرض السابعة، ومن العلماء من قال لم يصح في مكان النار شيء من الآثار. الشيخ الألباني رحمه الله له مقطع فيديو سئل هذا السؤال: أين النار؟ فقال: لا أقول إنها على الأرض. قال: لا يمكن أن تكون الأرض هي مقر لجهنم لعدم وجود دليل صحيح في هذا. لماذا استبعد أن تكون على الأرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجراً ألقي من شفير جهنم وصل إلى القاع بعد 70 خريفة، فأين هذه المسافة على الأرض أو في الأرض؟ وإن أحجام الكفار في النار وعددهم بالمليارات، ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر في النار كجبل أحد. النار بهذه السعة تحتاج إلى أجسام تناسب هذه السعة. كذلك الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحجام الذين يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. لو قلنا الذراع 50 سنتي، نصف متر، فيكون طول من يدخل الجنة 30 مترا. على هذه الهيئة وعلى هذه الأجسام التي أعدت للخلود، وأجسامهم على الأرض أعدت للفناء، وعين أعدت للفناء لا تستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فالرؤية ثابتة في الجنة، لأن العين خلقت للبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.